السلام عليكم ورحمة الله. الطريقة الأسهل للحام هذول المآخذ أو الأسلاك، يعني لو نفرض أنه هذا أو هذا، أنا طبعا لحمته وخلصت بهالشكل هذا، حط الملقط هذا هيك لهون. هلا مجرد ان لحمنا راح يضغطوا لفوق، لحاله انتهى الامر. تمام، يعني لو نفرض انه هذا بده الحام، طالعت وانا حط هيك، ركبنا هالملقط، مجرد انه حطيت الكاوي رجعه لمكانه الصحيح وانتهى الامر. لا حرقت ايدك ولا صار أي مشكلة.